ثلاثة يجب عليك أن لا تفعلها عندما تتكلم باللغة العربية ونسيت كلمة أو عبارة. أهلا وسهلا بكم، اسمي أمان الله جمعة. إن شاء الله في هذه المرئية سوف أعرض إليكم ثلاثة أشياء يجب عليكم أن لا تفعلوها عندما تتكلمون باللغة العربية فنسيتم كلمة أو عبارة. أولا، يجب عليك أن لا تكون حزينا لأنك نسيت كلمة. أنت تتعلم هذه اللغة وهي لك لغة ثانية، ليست هي أصلا لغة أمك، بل إنك تتعلم هذه اللغة وتحاول أن تتكلم بها، فلا تكون حزينا لأنك نسيت كلمة. هكذا الحياة، حاول تواصل يعني العبارة، تتكلم بالذي كنت تتكلم معه. وثانيا، لا تستعفو من الناس لأنك نسيت كلمة أو عبارة أو كنت ملتصقا وأنت تتكلم باللغة العربية، بل واصل الكلام. وكثير من المبتدئين تراهم دائما يقولون عفوا أنا مبتدي. لماذا تقول للناس أنك مبتدي؟ لماذا تقول للناس أنك مبتدي؟ لا حاجة إلى أن تقول للناس أنا مبتدي. أنت في الملعب، اجعل نفسك كاللاعب يلعب كرة القدم ومعك من يقابلك يعني في الملعب. حاول أن تتكلم باللغة العربية ولا تكون لأحد عفوا أنا مبتدي. تكلم بما عندك من الكلمات والعبارات والأساليب، لا حاجة إلى أن تستعفو من الناس. ثالثا، لا تتفكر في هذا الأمر طويلا لأنك يعني نسيت كلمة وأنت تتكلم. ترى كثير من الطلبة يعني يذهبون إلى الغرفة ويجلسون ويتفكرون في هذا الأمر، لماذا أنا لا أجيد التكلم باللغة العربية؟ لماذا أنا عندما أتكلم باللغة العربية أنسى كلمة وكلمتين فعبارة؟ والزملاء كلهم يجيدون اللغة العربية يتكلمون بالطلاقة ونحن بدأنا معه. لا تنسى أن هذه اللغة هي لك لغة ثانية وليست هي أصلا لغة أمك، فحاول أن تتكلم باللغة العربية. وأرجو أن يكون هذا مفيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.